الو، عاملين ايه؟ يلا بينا نكمل مودرنج في المايه ونفهم تولز اكتر ونفهم اوبشنز اكتر، ونوصل مع بعض باذن الله واحده واحده لغايه مرحله الادفانس ان احنا نقدر نعمل اي موديل يجي قدامنا. فالنهارده هنحاول نفوكس على فكره ان انا يبقى عندي الشيب بتاعي يعني سيمتري، وهنطلع شويه تولز اكتر. هنركز على مثلا هنا في التولز اللي حابب ان هو يبقى عارف من التولز من الاول واحنا شغالين عشان ما يتلخبطش يعني. هنركز على البيفل، هنركز على الميرج، هنركز على الاكسترود، هنركز اكسترود قطر احسن يعني، بس يعني برضو هيجي في سكتنا لازم. برضو عندي هنا الكومباين، ان انا كومباين شيبس وسيبريت، ونشوف نلعب كده مع بعض بكذا حاجه ونشوف هنعمل ايه. طيب تعالى نجرب كده. انا هاجي مثلا ادي كيوب بتاعي طلعوا فوق الارض، لكن كنا بنغير السنتر بيفت ازاي. باجي هنا بدوس حرف دي كويس، وبغير السنتر بيفت مطرح اللي انا عايزه، وادوس دي تاني عشان اخرج بره المود ده. وتعالى نلعب كده نشوف ممكن نطلع ايه من الكلام ده. طيب انا هاجي مثلا هنا اقول له بقولك ايه الهايت ديفيجنز مثلا 1 2 3 مثلا، هايت ديفيجن 3 دي 4 مش هيجرى حاجة. تعالى مثلا نمسك الفيسز دي نعمل لها اكسترود، ماشي الكلام. طيب تعالى نعرض ده شوية. انا هعتبر ان ده زي بريدج، الناس هتطلع من هنا بعدين تنزل من هنا. طيب انا دلوقتي هم طلعوا هيجوا هنا يقفزوا ولا هيقعوا ولا ايه بالظبط؟ فيبقى المفروض اللي انا هعمله هنا هو اللي انا عملته هنا. طيب بدل ما انا هعمل كده تعالى نعمل حاجة. انا هاجي همسك الايدج ده هقول له بقول لك ايه اقسمه لي بالنص بالظبط. فاكرين كنا بنعمل دي ازاي؟ كنترول رايت كليك كويس، واجي هنا ادوس ايدج رينج سبليت تو ايدج رينج اند سبليت، ايدج رينج يوتيليتيز تو ايدج رينج اند سبليت، يبقى انا كده قسمته بالنص. طيب نفس الكلام هاجي هنا كنترول ايدج رينج يوتيليتيز تو ايدج رينج اند سبليت. تمام. طيب انا لو جيت على الفيسز مسكت كل دول مسحتهم، مسكت كل دول مسحتهم، يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي ربع الكوبري ده بس. فاحنا هنبني الربع وبعدين نعمل ايه؟ ندبل كده وكده، وبعدين ناخد الاثنين دول نعمل لهم ايه؟ ندبل كده. يبقى انا كاني عملت الاربع جهات كوبري من غير ما اقعد اتعب نفسي واقعد اشتغل مره واثنين وثلاثه واربعه، مش الكلام؟ طيب احنا دلوقتي عملنا السلم او الستبس اللي نازله دي. انا محتاج هنا اطلع بشفه صغيره كده في الكلام ده، ممكن اجي هنا كده اعمل اديت مع مش تولز واجي هنا اقول له انسرت ايدج لوب. انا مثلا محتاج هنا ايدج ماشي، هاجي هنا اقول له مثلا هات لي الفيسز دي اكسترود طلعها لي بره حاجه بسيطه ماشي. والله ممكن يكون برضو الجزء ده خارج لبره شويه، مش هيجرى حاجه، مش هيبقى شكله وحش يعني لو احنا عملنا كده اكسترود. بس هنا بقى لازم اخد بالي من حاجه، احنا هنا عملنا ايه؟ كنا مسحنا الفيسز، انا لازم اطمن ان دايما الجزء ده فاضي ما يبقاش فيه فيسز. تمام. نفس الكلام هنا، انا لازم اطمن الجزء ده برضو ايه فاضي. انا هاجي برضو على الجزء ده وهمسح الفيسز اللي في النص ماشي كلام. طيب انا عايز اطلع مثلا هنا بسور او حاجة، فانا هاجي اقول له ماشي هات لي برضو insert edge loop اهي، واجيبه مثلا عندي هنا من دي هيطلع حاجة نفس الكلام. طيب انا عايز اعمل حاجه، انا عايز اطمن هنا ان هنا الاثنين دول في النص بالظبط، يبقى ممكن اجي هنا في الانسرت ايدج لوب واجي هنا اقول له ايه مالتيبل ايدج وانسرت كام نمبر 2 ماشي. يبقى انا هاجي هنا مجرد ما هكليك هو عامل 2 اوكي. نفس الكلام نفس الكلام. طيب انا لو جيت اعمل اكسترود هيطلع كل دول، انا هنا نقول له ريسيت
واجي هنا هكريت اتش. يبقى انا لو جيت مثلا هنا قلت له بقول لك ايه، هات لي الفيس ده، الفيس ده ده وده اكسترودز واطلع من فوق. تمام، اللي حصل هنا ايه؟ ان احنا طلعنا الكلام ده لفوق، فانا اعتبر ان ده زي السور اللي الناس هتسند عليه وهي ماشيه ولا اي حاجه. جميل الكلام ده. طيب انا عايز اوصل دول ببعض، ماشي. طيب تعالى نعمل حاجه، انا هاجي ابص هنا من السايد كده واشوف، هنجرب حاجه كده. انا هاجي اقول له كرييت بولي كيوب روتيت. تفهموا حالا انا بعمل ايه؟ صور ده سكين مدو كام كويس، وهاجي احط ده هنا فيرتكس مثلا، وهاجي احط الفيرتكس دي هنا. انا هوصل ده بده؟ لا. طب ما انا بعمل ايه؟ انا كل اللي بعمله ببساطة ايه؟ ان انا عايز ارفع دول بلاين كده عيني ترتاح له. طيب يبقى انا لو جيت هنا كده مثلا خدت ده كجايد يعني، ماشي. ماشي الكلام. طيب انا عايز اكونكت الكلام ده ببعضه. ممكن نكونكت الكلام ده ببعضه ازاي؟ احنا كنا خدنا قبل كده الانسرت ايدج لوب. طيب انا عشان انسرت ايدج لوب هنا وهنا وهنا هنا الموضوع هيبقى مزعج قوي، فانا ممكن اعمل حاجه تانية. في عندي هنا حاجه اسمها مالتي كات تول. انا هاجي هسلكت الشيب بتاعي، بمناسبه هنا دول ادخن من دي، فانا ممكن برضو ايه قبل ما نبتدي نزود انا همسك الفرسيز دي واشدها لورا شويه بس يديني نفس الدخانه بتاعتي. تمام. طيب انا لو جيت هنا كده ودخلت على مش تولز واخترت حاجه اسمها مالتي كات تول، اي مالتي كات. تمام، كل اللي انا هعمله ايه؟ انا هقف من بعيد مش لامس الشيب واروح اعمل كده رسم لاين واسيب ايدي. هو عمل ايه؟ اوتوماتيك عمل ايه؟ عمل كات ايدجز. مظبوط كده؟ تمام. طيب يبقى انا ممكن اجي هنا، الدنيا سهله بقى بعد كده. همسك الفيس ده وده واجي هنا اختار حاجه اسمها بريدج، كنا خدناها قبل كده اهي من اديت مش، واجي هنا اقول له بريدج. اوكي، احنا ظبطنا اللاين اللي تحت ده مفيش مشاكل صح، لان احنا عاملينه بالمالتي كات ايدج. تعالى نجرب نرسم كده سي في كيرف، وهختار هنا لينير وارسم لاين جايد لي. تمام، طيب جميل، مفيش اي مشاكل. ممكن الجزء اللي قدام ده لو انا حابب ممكن اجي مثلا هنا اقول له بقول لك ايه سترود، اطلع لبره لتحت شويه مثلا. ممكن كمان مره اكسترود مثلا من هنا، كمان مره اكسترود، اي حاجه يديك الشكل اللي انت ايه مثلا بتفكر فيه او اي حاجه. طيب تمام، احنا كده عملنا ايه؟ ربع. انا محتاج اعمل ايه؟ ربعين التانيين. يبقى انا هاجي هعمل ايه؟ هاجي انا بقول لك ايه، هات لي الشيب ده كنترول دي دوبليكيت، واجي انا ابص انا عايز اميرور ده على انهي اكس؟ الاكس. يبقى انا هاجي هنا في السكيل بتاع الاكس واعمله ماينس 1. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان الشيب ده اصلا احنا لعبنا في السكيل بتاعه، فانا عندي هنا ارقام. ممكن اجي كده اقول له ايه؟ موديفاي فري ترانسفورميشن. تمام، فريز ترانسفورميشن، رجع لي الكلام ده اصفار وحايد كده، الموضوع سهل. دوبليكيت ماينس 1 على الاكس، عمل لي ليه الربع التاني.
طيب لو انا مسكت الاتنين دول اوكي عملت لهم دوبليكيت ومسكت مثلا ده قلت له هنا ماينس 1 على انهي واحد بقى؟ الزد اهو ماينس 1 على الربع التاني وهنا برضو نفس الكلام ماينس 1 مفيش اي مشاكل كوننا الايه؟ الاربع اشكال. طيب كل واحد من دول لوحده دلوقتي لو انا جيت دلوقتي عايز اوصل ما بين الفيس ده والفيس ده عشان امد السور مش هيرضى. طيب ليه مش هيرضى؟ لان ببساطه ده اوبجكت وده اوبجكت ما ينفعش يكونكت ما بينهم. طيب الحل ايه؟ ان انا همسك الاثنين دول وهجي هنا من مش اقول له كومباين. طيب كومباين دي انا بمرج الاثنين اوبجكت او بكونكت الاثنين اوبجكت بدل ما هم اثنين اوبجكت بحولهم وان اوبجكت كومباين. تمام نفس الكلام همسك الباقي وهجي اقول له برضو ايه نفس الكلام مش كومباين. طيب في مشكله ثانيه دلوقتي ان انا عملت كومباين بس لسه الفرتيسيز دي مفكوكه فهو كده مش كان وان فيرتكس يعني مسكت دي وعملت كده هتلاقي دي فكت بالمنظر ده. طيب نحلها ازاي؟ هاجي هنا همسك كل الفرتكس دي اللي هم اللي في النص هاجي هنا من مش واقول له سوري من اديت مش واقول له ميرج. تمام يبقى انا لو جيت دلوقتي كده وجربت وانت بتجرب بقى ما تمسكش كده انت مسكت كده حتى لو عندك 100 فيرتكس انت مسكتهم مع بعض اعمل كليك بس دوس تمام لا تمام نفس الكلام هنا لا تمام زي الفل. طيب محتاجين ايه تاني؟ محتاجين برضو شوية في النص هما دول صح؟ هاجي هنا كده اقول له ايه؟ مش اديت مش ميرج ماشي. يبقى انا لو جيت هنا دلوقتي خلاص العمليه سهله بسيطه مفيش اي مشاكل همسك الفيس ده شيفت سيلكت الفيس ده وهاجي هنا اقول له ايه بريدج تعالى نختار احسن من هنا عشان تحفظوا مكانها اديت مش واختار ايه بريدج ماشي الكلام عندي هنا برضو نفس الكلام ما بين ده وما بين ده تاني بريدج اوكي ماشي. والله لو انت حابب تنزل بشويه هنا في السور هنا يمين وشمال كده تعمل شويه حركات برضو عادي نفس الطريقه هنيجي هنا ايه نسيرت ايدجز ونعمل بريدجات تعال نجرب واحده كده او اتنين عشان برضو تفهموا التركايه. ممكن اجي هنا كده انا عايز انسيرت ايدجز بس عايز اطمن ان ده عليهم كله يبقى هاجي هنا اختار اني واحده انسيرت ايدج ولا مالتي كات؟ مالتي كات صح السكينه بتاعتي واجي هنا ادوس شيفت واعمل مثلا كده ادوس شيفت مثلا واعمل كده يبقى انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي الايدج زاد فين؟ هنا وهنا 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 صح؟ يبقى زي ما عملنا ممكن اجي مثلا اختار هات لي الفيس ده هات لي مثلا الفيس اللي تحته وبرده نفس الكلام بريدج تقدر بقى هنا تزود تفاصيل زي ما انت عايز اوكي وصلت الفكره ايه؟ يبقى انا بشتغل على مثلا ربع وبعد كده بدبليكيت وبعد كده بجي هنا اقول له مش كومباين وبعد كده اطمن ان انا ماسك الفيرتكس اللي في النص اللي ما بينهم وبعمل لها حاجه اسمها ميرج عشان احول الكلام ده لايه؟ لوان فيرتكس. طيب الفكره بتاعت البيفل هنا اللي احنا قلنا هندخل فيها عشان برضو ايه نبقى غطيناها قبل ما نقفل. هنا انت عمر ما بتلاقي عندك حاجه في الحقيقه الشارب الايدج بتاعك شارب قوي كده لا يمكن. فحاجه من اتنين يا اما بتدوس رقم ثلاثه وتبتدي تزود ايدجز ودي طبعا يعني ممكن تحل الدنيا يعني لو انا مثلا عشان افهمكم بس الفكره سواء دي هتقلب كميه ايدجز خذ عمليه تمام يبقى انا ممكن اجي مثلا امسك الايدجز دي كلها اهي اللي فوق مثلا دول نحطهم بس انا ماسكهم كلهم اهي ماشي وهاجي هنا من اديت مش وهختار بفل ايه اللي حصل؟ هو كسر لي الديكور بيسموها السكه كويس كسر لي السوكه دي انا او الحرف بتاع الكلام ده ممكن اجي هنا في السيجمنتس ازود سنه السيجمنتس خلي لي الحرف بتاع الكلام ده ناعم وظريف لطيف مفيش اي مشاكل مثلا الجزء ده اهو ماشي وتقول له برده هنا ايه اديت مش بفل تمام نعمها لك شكل ظريف برده لو انت حابب ممكن تيجي مثلا نخلي سيجمنتس 2 او 3 لو انت عايز انت لو جيت بصيت كده للموديل هتلاقي شكله ابن حلال مش وحش طبعا ممكن نقعد نزود تفاصيل الصبح بقى في شويه حاجات ماشي كده اتمنى
الدنيا كده بتكون ابتدينا ندخل شوية في الجد. المرة الجاية بإذن الله هنبتدي ندخل في شيب معقد. أنا عشان كده قصدت النهاردة نفوكس على حتة الميرور، وإن إحنا نشتغل وندبليكيت ونميرج والكلام ده كله، عشان لما نيجي مثلا نعمل مودر عربية أو نعمل حاجة كده إحنا نشتغل على نص واحد، وبعد كده نميرج الكلام ده مع بعض ونعمل له كومباين كده. أوكي، هابي مايا.